أخبار اليوم. تحية لجميع الأجهزة الأمنية والإنقاذية في محافظة سوهاج اللي بقدرهم جدا على المجهود اللي بيبذلوه والناس بشوفوا بيعملوه الحقيقة في سوهاج منتهى التفاني منتهى الاحترام منتهى التعامل بجد وبمنتهى اللطف على المواطن في سوهاج. ما نقدرش احنا بنعمل أي حاجة في سوهاج نحترم المجتمع المدني اللي لابد نحترمه ونقدم له الاحترام والتحية. المجتمع المدني المتمثل في مجلس قومي والمرأة والنقابات والجمعيات الأهلية كل التحية، لأن إذا كان معالي وزير مساعد وزير الداخلية يتكلم على سيادة الرئيس لما بيقول المصريين إحنا فعلا بنطبقها هنا كسوهاجيين. ومن يوم ما جيت وأنا شفت حضراتكم إن إحنا لابد كلنا مجتمع مدني نكون شركاء للمجتمع الحكيم. وباسم كل الاطياف اللي قلتها تحيه خاصه لابطالنا ابطال القوات المسلحه اللي بيبذلوا كل ما تملكوا من اجل الحفاظ على امن مصر واستقرارها. تحيه خاصه لجميع الموجودين من القوات المسلحه. زي ما كابتن رايز قال طول ما القوات المسلحه والشرطه والشعب المصري ايد واحده لا يمكن حتى بيقدر يخترق هذا النموذج الرائع وهذه الوحده الرائعه. اتمنى من الله يحفظ لنا مصر. كل التحيه استاذ اللواء مرجع في الاخبار وزير التحليه على هذا الفكر المتجدد الراقي اللي احنا بنشوفه، مش بس التضحيات اللي رجال الشرطه الفئه بيقدموها ودون المساواة المزيدة فيما يقدمونه للمصر وللمصريين، ولكن بدأ الفكر انه كمان عملوا معارض للسلع الغذائية والمواد التموينية مشاركة منهم الشعب المصري عشان يخففوا عبء الأسعار ومشاكل الأسواق. النهارده بنعمل خطوة ثانية هو التلاحم فعلا مع المواطن في سوهاج وفي مصر في الحفلات وفي العرس وفي جميع المناسبات. بتقدم الحقيقه بالتحيه لاخويا العزيز سياده اللواء محمد جنيدي على اللي قدمه لسوهاج في تطوير هذا النادي. والحقيقه احنا عملنا معاه اتفاق ان شاء الله، احنا محضرين حلو، عندنا ثلاث نوادي شرطه ان شاء الله هنكمل الجايين باذن الله. برحب بحضراتكم وبناشد حضراتكم من اول يوم انا اتشرفت بتكليف سوهاج. قلت لحضراتكم لابد نحط في رؤيتنا مش هيصلح مصر الا المصريين زي ما سياده الرئيس قال، ومش هيصلح سوهاج الا السوهاجيين زي ما احنا بدانا. ارجوكم كلنا نتوحد، لازم نقرب المسافات، حلمنا كبير، سوهاج تستاهل مننا اكبر من كده. سوهاج جاذبه، سوهاج دور الصعيد، سوهاج التحدي القادم في صعيد مصر، وده مش هيكمل الا بمشاركه حضراتكم معايا. كل التحية لحضراتكم وإن سنة وأنتم طيبين، ويا رب دايما بنشتغل يكون عندنا دايما فترات للقاءات الاجتماعية وللمحبة والمودة، وربنا يحيي لنا مصر يا رب إن شاء الله. بشكر حضراتكم وإن سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.